صراحة نعود عليكم، احنا مع الدولة، احنا حزب، واخا ما تبغيش الدولة احنا حزب ديال الدولة. اش تكون ما صفقتيوش عليه؟ كيظهر ما كنفاجئ شيء غير هذوك الدواء، كثر منكم الدواء، الذباب، ما كنفاجئ شيء غير الذباب الإلكتروني. الدواب الإلكترونية ما كنفاجئ شيء غير هذوك، كيظهر حتى انتم ما كنفاجئكم. غير بغيت نصح واحد الكلمة كنقولها لكم، غنعاود نقولها لكم، كنقول لكم راه السياسة ديالي راه واعرة، ماشي واعرة بالدارجة المغربية، داك تيقول لك واعرة، لا واعرة ديفيسيل، لأنه صعيب الإنسان يتبنى ويحنزز بعينيه ويقول أنا اللي درت رفع الدعم في الوقت اللي كل شيء بغي ياكل اللي دار رفع الدعم. أسيدي أنا أجي كلوني. واش هذا جريمة؟ أجي حاكموني، حاكموني أنا موجود، شو خصو يوقع؟ نمشي للسجن أنا موجود. بغيتي ودي عبد الملك للسجن أنا موجود، ديوني للسجن. ياك غير على هذه وكان، ولا على التقاعد، ولا على الإضرابات، الاقتطاع، أنا موجود، ديوني للحبس. مستعدين أنتم تمشيوا معي ولا لا؟ واه ملي مستعدين نقول لكم تمشيو، واه قضية هذه. لا لا شوف، انتم ما عرفتوش غديروا، انتم غير خليوكم في ديوركم ونهار الحد خرجوا لهاد الغابات ديال الزيتون وديو معاكم طنجية وكلوها، وملي تساليو قولوا الله يرحم السي عبد الإله. هذا النهار محال، واش غنديروا شي انتخابات؟ غنبقاو هنا، لان وما تيجبدونا. قال لك المياه مرت تحت الجسر، المياه تغسل الماضي، واسكتوا انتوما جابدين الطاقة، احنا غنجبدوا لكم هذاك الشيء، وكاع داك الشيء اللي ما تفكرتوش، ما نفكركم حنا فيه، غنفكركم في شحال من حاجة، نفكركم في قانون يعني التغطية الصحية ديال الوالدين. وسمحوا لي نقول لكم، راكم بهذه الطريقه هذه تتعرضوا نفوسكم باش المغاربه يقول لكم ام صخيط الوالدين. وعمر شي مسخوط الوالدين ينجح؟ علاش تسحبوا هذاك القانون السقوعه؟ غير خليوه تما في البرلمان كاع يلعم عليكم الله البصيره، وما تجوش تدوزوه، انتم اللي عندكم الاغلبيه ما تدوزوش، خليوه في البرلمان سحبتيوه. علاش ضيقتيوه باش الوالدين يتغطوا صحيا؟ الحمد لله سيدنا دار هذه التغطية الاجتماعية، التغطية الحمد لله. وشوف وحنا راه حنا ماشي كنجاملوا سيدنا ولا كنضرقوا وراه، لا، حنا عندنا قناعات جازمة واستراتيجية وعقائدية باللي العلاقة ديالنا مع الملك ديالنا هي علاقة يعني شرعية مبنية على البيعة، ماشي غير على الدستور. بصراحة ووضوح، ماشي غير على الدستور، ومبنية على الدستور. وما تبقاوش تصيفطوا لي لي ميساج بحال كلفكم سيدنا. إلا سيدنا بغى يصيفط لي شي حاجة راه كيصيفط لي مباشرة يقولها لي. عندكم يسحب لكم العلاقة بيني وبينه تقطعت، ما تقطعتش الحمد لله. ويقدر يكون تيتقلق عليا شي مره، ماشي بعيد نقولها لكم لدابا هذا الشيء. واني ماشي غير كيتقلق، كيتقلق وكيكون ناشط مع راساتو وشحال من حاجه بلا ما نقول لكم التفاصيل. وانا على كل حال انا عز عليا سيدنا، لا الله هو هذا، بغيتي وبغيتي وبغيتي وشحال.